طيب نروح لوزارة الإسكان. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أراح قلب كتير من حضراتكم من المصريين اللي كانوا متخوفين من أن المدن الجديدة اللي بتتفتح هتتحول وتبقى زي العاصمة، وأن كل واحد حاجز شقة يقلبها مكتب أو عيادة ولا وحدة تجارية أو محل، وده بيأثر بالتأكيد على نوع الخدمات اللي المدن الجديدة بتقدمها للسكان. دكتور مدبولي حسمها وقال أنه لا تحويل للوحدات السكانية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة. قال كمان رئيس الوزراء ووزير الإسكان في بيان رسمي لوزارة الإسكان أنه سبق عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية واللي تم تحويلها في الإسكان القومي القديم فقط باشتراطات محددة، منها موافقة اتحاد شاغلي العمارة السكنية على ذلك، وكمان تم رفض تنفيذ هذه الدراسة. هيتم التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات وغلقها تطبيقا للوائح والقوانين. اسمحوا لنا بينضم لي عبر الهاتف الأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. يا أستاذ هاني أهلا وسهلا بيك، مشرفني في الحياة في مصر. أهلا بيك يا كمال، ربنا يخليك شكرا لحضرتك. أهلا بيك. في البداية تفاصيل أكتر عن هذا التصريح، تصريح يعني واضح لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجاري أو إداري في المدن الجديدة. حضرتك عارف يا كمال إن فترة الانفلات الأمني اللي أعقبت ثورة يناير كان شهدت خروج عن القانون في عدد من المواقع والمدن والمحافظات وكل في مخالفات كتيرة ارتكبت، فمن ضمن المخالفات اللي ارتكبت إن بعض الوحدات السكنية تم تحويلها إلى تجاري خاصة في الإسكان القومي القديم. وأنا بأكد تاني وبقول مشروعات الإسكان القومي والتعاون القديم وخلافه بعض الشقق فيها تحولت، والحقيقة إن جالنا طلبات، أنا بحكي الأمور عشان الناس تبقى واضحة إيه اللي حصل في الموضوع. جالنا طلبات من بعض الناس دول اللي هم حولوه الشقق، طبعا ده كله كان مخالف إن هم قاعدين يقننوا أوضاعهم، وفي نفس الوقت جالنا برضه من بعض السكان طلبات ان احنا بيسكن في اسكان منخفض التكاليف وما عندناش مقدره ان احنا نجيب مطلباتنا من اماكن بعيده وخلافه، فممكن تحقق قانون اوضاع الناس دي قانونيا وهكذا. اتعملت دراسه عن الموضوع ده وما تمش الموافقه عليها، ولكن فوجئنا بقى ان تم نشره على المواقع الالكترونيه وعلى صفحات الفيسبوك ان احنا كوزاره اسكان وافقنا على تحويل الوحدات السكنيه الى تجاري واداري بوجه عام. طبعا دي تبقى كارثه لو حصلت، ماشي. فاضطرينا طبعا النهارده ان احنا نعمل البيان الواضح ده اللي هو بيقول لا موافقه على تحويل السكني الى تجاري واداري، وان احنا نتخذ الاجراءات في اي حد حول بالتنسيق طبعا بيننا وبين اجهزه الشرطه المختصه ان احنا نغلق او نشمع كل المحلات دي ونعيدها الى استخدامها الاصلي وهو استخدام السكن. حتى لو شغاله يا استاذ هاني، يعني لو شغاله شغالين فيها مثلا اتقلبت محل وشغال دول، لان احنا طبعا مش زي حضرتك ما قلت في المقدمه كده بالظبط، مش هنحسس نسمح بتحول المدن الجديده اللي كلنا بنشعر فيها بالسكينه والراحه والخصوصيه انها تتحول الى مناطق بيبقى فيها سكني مع الاداري وتلاقي عياده فوق وتحت سوبر ماركت وورشه نجاره وحداده. ده اذا كان موجود في المحافظات والمدن القديمه فمش عايزينه ينتقل لمدننا الجديده. استاذ هاني، التنسيق الحضاري بالتاكيد مهم للغايه، بس انا عايز استفسر هنا عن جزئيه معينه. بنتكلم على هل ده ابتداء من هذا القرار ولا باثر رجعي اللي فات؟ لا احنا اللي فات ده كله يا فندم اصلا انا بقول مخالف، عشان كده احنا مطالبين يقننوا اوضاعهم، فالمخالف هيظل في العمر مخالف. اوكي. كانت الدوله في فتره الانفلات الامني ما كانش عندها مقدره انها تديل كل المخالفات دي، الحمد لله دلوقتي احنا عندنا تردينا مثلا على سبيل المثال كل الاراضي اللي كان متعدى عليها فتره الانفلات الامني، فدلوقتي واحده واحده الدوله خلاص بقت في تثبيت للدوله دلوقتي واركانها في تطبيق للقانون واعلاء لكلمه القانون في كل المواقع، فبالتالي اي حد خالف في اي وقت من الاوقات واحده واحده وخطوه خطوه بنسترد حق الدوله. هتكون مهمه صعبه قوي عليكم الفتره اللي جايه يا استاذ هاني، يعني الله يكون في عونكم، هتكون مهمه صعبه قوي لان الموضوع انتشر وبنشوفه بعيننا في اماكن كتير في المدن الجديده. بالظبط يا فندم، ولكن اللي كان يشوف عدد الاراضي والاف الاف الاف المؤلفه من الافدنه ما كانش يتصور ان حد هيرجعها في شهر زي سياده الرئيس مكلف، لكن الحمد لله الدوله رجعت والدوله رجعت اراضيها في شهر
ويمكن اقل من طب طب سريعا برضو يا استاذ هاني، معلش اعذرني برضو على المقاطعه، الناس اللي موجودين في المحلات دي هل ممكن يكون في بديل مثلا مول موجود في المنطقه؟ احنا يعني عندنا فعلا عشان برضو ده يعني بياكلوا عيش، عندنا في مراكز تجاريه واداريه في اماكن بتبقى من اولها العمارات فيها احنا متصممه ومتخططه ان يكون فيها اماكن تجاريه من تحت، ديت احنا كنا بنكون مصممينها ومخططينها وبنبقى رخص على كده، انما في اماكن ثانيه لا بتكون سكني فقط وبنعمل مراكز تجاريه واداريه وبناجرها، ويمكن ده مثلا واضح في الاسكان الاجتماعي. حضرتك زرت الاسكان الاجتماعي وشفت بيبقى في مركز تجاري موجود فيه المحلات كلها، سوبر ماركت، النجار، المكواجي، بتاع الخضار، كله موجود فيه، وكذلك المباني الاداريه، الصيدليه، المكتب التجاري، المحامي وخلافه، المركز الطبي، حاجات دي هنتابع مع حضراتكم بالتاكيد في الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا زميلي الاستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي لوزاره الاسكان.